تغييرات كثيرة ومتسارعة عرفتها الحكومة في الفترة الأخيرة في مختلف القطاعات وعلى مستوى الوزارة الأولى، هدفها تسيير المرحلة المقبلة والحفاظ على الهدوء. قطاع التربية كان الاستثناء لتحقيق الاستقرار بالرغم من إخفاقات البكالوريا الاستثنائية الصائفة الحالية وفضائح التسريبات في السنة التي سبقتها. الدخول المدرسي على الأبواب، والوزيرة نوريا بن غبريط تجتمع بمديري القطاع في غياب ممثلين عن النقابات لوضع آخر الرتوشات. إلى حد الآن ما تلقينا حتى أي دعوة باش نحضروا الندوة تاع غدوة. ربما الشيء اللي يكون جديد هو برنامج الجيل الثاني فيما يخص السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية متوسط، والذي يعني ليس لدينا عليه معلومات إلى حد الآن فيما يخص المحتوى نتاعه. ومثلما ستغيب عن اجتماع الوزيرة بن غبريط، غيبت نقابات التربية قبل ذلك عن الاجتماع التحضيري للثلاثية، وهو ما دفع بعضا منها إلى التهديد والدعوة إلى عقد اجتماع بعد العيد مباشرة. والشعب يتميز أيضا بنفس المشاكل الاجتماعية والمطالب النقابية المرفوعة منذ السنة الماضية فيما يخص قانون العمل، قانون التقاعد والقدرة الشرائية. وبالنسبة لهذه المطالب يعني سوف يكون هناك اجتماع بعد عيد الأضحى تاع التكتل النقابي لأخذ التدابير والإجراءات اللازمة. عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة هذه السنة لن تختلف عن سابقاتها، وموسم 2017-2018 لا يخلو من المشاكل بين الاكتظاظ في الأقسام، المناصب الشاغرة، الإضرابات وتهديدات النقابات، العنف المدرسي والآفات الاجتماعية، لتصبح عادة يستهل بها الموسم الدراسي كل عام وعلى وقعها يختتم.